سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي أيوب عليه السلام. الحلقة الرابعة. يا خالتي صفية. خالتي صفية احكي لنا قصصك الجميلة. حاضر. أيوة. تتذكر يا خالتي صفية في المرة الفاتت قلت لنا إنه أيوب بعد كلام صاحبه بلدت ده كان زعلان زعل شديد ومستاء جدا جدا ورجع تاني وقال كلام كتير ومن ضمنه شنو؟ كل اللي بيسمعوني ويشوفوني كانوا بيشكروني لأني أنت المساكين اللي كانوا محتاجين للمساعدة وساعدت الأيتام اللي كانوا ما عندهم زول يعتمدوا عليه فرحت قلوب الأرامل واليأسين من الحياة كانوا بيمدحوني لأني كنت بحي في نفوسهم الأمل الكل كانوا عارفين أني مكسب الصلاح متوشح بالعدل أنا كنت للعميان العيون وكنت الرجل السليمة للأعرج وكنت الأب للمحتاجين للرعاية كنت محامي الغريب وقفت في وجه الظالمين خلصت المظلومين من شرهم كنت مفتكر اني حاموت على سريري بعد سنين طويلة بعدد النجوم وكل لسه قوي وصحيح البدن وتكون كرامتي محفوظة كلامي كان بسحر السامعين وكانوا بيتعطشوا له ويسمعوا نصائح بخصوص أمور مدينة بانتباه شديد ما كانوا بيقدروا يضيفوا عليه أي شيء كنت بشجعهم بالبسمة والوجه المتهلل في حالات اليأس لأني كنت بقودهم زي الملك اللي بيقود جيوشه في الميدان ويعزي لأصابهم الحزن ويتلطف معاهم لكن دلوقت حتى الشبان بيقوا يسخروا مني ويكرهوني ويفروا مني وما يقربوا لي إلا لما يتفوا لي في وشي بقيت منبوذ وكترت علي المصائب والأهوال وبقيت مليان شديد بالخوف كرامتي انهدرت والأمان ولو راح مني زي السحاب العابر دلوقت خلاص أيامي بقت معدودة أنا دلوقت بعيش أسوأ أيام الشقا والعذاب بني العظامي تتردرد والآلام الفظيعة بتهرس جسمي بدون رحمة الله ضربني بيده القوية ورماني في الوحل ولطخني يا رب أنا بقيف قدامه خاشع وبتوسل لك وانت صارف النظر عني وما بتستجيب لي نزعت عندي رحمتك وشويتني بغضبك وضرباتك القوية المؤلمة طرحتني للريح العاصفة أنا عارف إنك سايقني للموت للدار اللي بيروح ليها في النهاية كل حي لكن أنا بسأل مش من حق الإنسان اللي بيقع إنه يمد يده وينادي ويطلب تخليصه من مصيبته ولأني كنت ببكي على اللي يمسهم الضرر والضيق وكنت بحن على المساكين كنت بتوقع الخير لكن جزائي كان الشر وانتظرت النور وجاني بدل الظلام نفسي محطمة وجعفي بغلي وأيامي بقت كلها كدر ومزلة وإذا وقفت في ساحة عامة وطلبت أي مساعدة ألقى نفسي منبوز واشعر كأني من السعالب الضالة والبوم حالتي بقت صعبة لوني سود وجلدي تقشر والحمى هرست عظامي
ولازمني الحزن وخصمني الفرح. مش الله قسم لكل إنسان نصيبه؟ مش جعل الدمار للظالمين والأشرار؟ مش العليم شايف طريقي ويحس كل خطواتي؟ طيب أنا سرت في الضلال ولا سرت في طريق الغش والاحتيال؟ لأني صالح بتمنى إنه الله يوزني بميزان الحق ويشوف صلاحي. ويا ريت لو انحرفت عن الحق وقلبي ضله وحركته الأهواء ويداني تلوسوا بالفساد، جزاي يكون هو إنه محصولي يفنى وزرعي ياكله غيري. وإذا أرضي كانت دليل شهادة على ظلم العمال الشغالين فيها وخليتهم يواجهوا الجوع، يا ريت جزاي يكون حصاد الشوك بدل القمح والأعشاب الطفيلية بدل الشعير. أنا أخذت عهد على نفسي إني ما أنظر لبيت بشهوة، وإذا قلبي ما اللي مرت راجل تاني وتعلقت بيها يا رب تحرمني من زوجتي وتمرمطني في العار بأفعاله، لأني بكون مارست الرزيلة وولعت بنفسي النار اللي بتهلكني وتدمر كل ممتلكاتي، وبكده أستحق فعلا أشد العذاب. وإذا ظلمت واحد من عبيدي أو خداماتي وأكدت حقوقهم واشتكوني لله حودي وشوية مني، وكيف حارد عليه لما يسألني ويحاسبني؟ لأنه هو اللي خلقني وخلقهم برضه. أنا طول حياتي ما حرمت أي مسكين من طلبه، وما حرمت أي أرملة من الرعاية المطلوبة وخليتها تفقد الأمل، وما أكلت لقمتي براي، إنما كنت بتقاسمها مع الأيتام اللي ربيتهم من صغرهم. ولما كنت أشوف أي محروم أو مسكين عريان كنت بلبس ملابس مغزولة من صوف غنمي عشان تستروا وتدفيه، وكان يفرح ويشكرني. أنا ما حصل رفعت يدي على يتيمة وهددت، مع إنه كان عندي نفوذ وممكن أأثر بسهولة على القضاء إذا كنت عايز. إذا عملت أي واحدة من الحاجات دي أستحق فعلا العقاب، وأستحق إنه الله يقطع ذراعي، وده أهون علي من انتقامه لأنه ما عندي حيلة أو قوة أبدا قدامه. ولو كنت مغرور بالذهب اللي كان عندي، أو كنت شايف إنه الكون جزء أمان وتكبرت وافتخرت بثروتي الكثيرة، أو بأني حققت مكاسب كبيرة، أو كنت معجب بالشمس وطاقتها وضوها، أو بالقمر وجماله وضل قلبي وعبدتهم بالسر، كنت برضو بكون عملت شر يستحق العقاب، لأني في الحالة دي بكون كفرت بالله. أنا ما كنت بفرح لمصيبة تصيب أعدائي، ولا كنت بشمت فيهم، وما حصل إني فكرت بسونية وسألت الله إنه يدمر أعدائي. كنت كريم مع الناس لدرجة إنه أهل بيتي كانوا بيقولوا لي لسه في زول ما شبع من خير أيوب أو ضاق كرمه، وبيتي كان دائما مفتوح لكل الناس، ما كنت بخلي الغريب يبيت في الشارع أبدا. إذا عصيت ما كنت حقدتم، ما حصيت في قلبي زي الباقين واسكت، وما كنت بحبس نفسي جوا البيت عشان كلام الناس حتى لو كانوا أقاربي. يا ريت كان يكون في زول بيسمعني ويفهم كلامي ده، لأنه ده دفاعي عن نفسي. يا ريت الله القدير يرد علي، ويا ريت تجي الشكوى منه ضدي مكتوبة، لأني كنت حقدم له حساب عن خطواتي كلها، وكنت حاشيله فوق كتفي والبسه تاج عليه راسي وأقرب منه كأني أمير. ده يا جماعة كان ختام أقوال سيدنا أيوب عليه السلام. أها، وأصحاب أيوب الثلاثة قرروا إنه يوقفوا الجدل معاه لأنه أصر على أنه صالح. طيب انتم متذكرين يا جماعة انه كان في واحد من اصحاب ايوب اسمه أليهو؟ متذكرين؟ أليهو ده كان اصغر واحد في اصحاب ايوب الاربعة، عشان كده كان ساكت وكان بس بيسمع في اصحابه الثلاثة الاكبر منه، مع انه كان غضبان من ايوب شديد جدا، لانه ايوب اعتبر نفسه على حق وشك في عدله ورحمة الله،
وكمان كان زعلان برضو من أصحاب أيوب الثلاثة لأنهم ما قدروا يردوا على صاحبهم ويقنعوه مع إنهم كانوا حكموا عليه بأنه مذنب. أليه ده حب يتكلم بعد أصحابه لأول مرة وأخذ الفرصة وقال: يا جماعة، مع كل الاحترام طبعا أنتوا ناس كبار وأنا أصغر منكم، عشان كده سكتت وخليتكم تقولوا كلامكم ده كله. حاضر. لأنه قلت أحترم السن وأخليكم تقولوا رأيكم. الله كتر خيرك. لأنه الناس الكبار في الغالب هم عندهم الحكمة والخبرة، ولكن في الحقيقة البد الحكمة والخبرة هو الله. صح. وطالما إنه الفهم من الله العليم يبقى من الناس الكبار بس هم اللي بيفهموا وهم اللي عندهم الحكمة. عشان كده أرجوكم تسمعوني برضو زي ما سمعتكم، وكنت منتبه ومتابع كلامكم كله متابعة دقيقة. طيب. لكن لا واحد فيكم قدر يقول كلام حاسم ومقنع لأيوب، ولما غلبتوا حيلة قلتوا نترك الأمر لله. لكن أنا هتكلم معاه بطريقة مختلفة. آي أنا جواي كلام كتير لازم أقوله أسا، فأسمع كلامي يا أيوب وانتبه له. أنا هتكلم وكلامي هيطلع صافي ومن قلبي، وحتحدث بصدق عن الشيء اللي بعرفه. الله الغدير خلقني ونفخ في صورتي وسواني. رد علي يا أيوب إذا كنت بتقدر ترد. استعيد ودافع عن نفسك قدامي. أنا عند الله زيك بالضبط، أنا برضو الله خلقني من طين، ما تخاف مني، أنا ما حكون قاسي عليك. أنا سمعت كلامك بانتباه شديد، أنت قلت إنك بريء وما عندك ذنب وطاهر وما بتعمل الشر، ومع ذلك قلت الله بتابعك عشان تقع وبتصيدك ويعتبرك عدو ومغيد رجليك ومراقب خطواتك. كلامك ده يا أيوب ما صح ولا سليم أبدا، لأنه الله أعظم من الإنسان. وانت ليه بتفتري وتفتكر انه الله ما بيهتم بعباده ولا بيرد عليهم؟ في الحقيقة الله بيتكلم بطريقة او باخرى، حتى اذا كان الانسان ما بلاحظ المسألة دي. الله بيتكلم في حيلين مثلا، او في رؤية بالليل لما يكون الواحد غرقان في النوم. الله بيكلم الناس وينذرهم ويخوفهم عشان يبعد الانسان من الشر والتكبر وينقذه من عواقب الشر والهلاك بالسلاح. وكمان ممكن يؤدب الناس بالأمراض الفتاكة. ده كله الله بيعمله الإنسان على الدوام عشان يشرق عليه نور الحياة وما يموت بذنوبه. أليخو يا جماعة واصل كلامه تاني وقال من ضمن ما قال: انتوا يا أهل المعرفة الحكماء أسمعوا كلامي وانتبهوا ليه، لأن الأعضام بتختبر الكلام زي ما اللسان بيذوق الطعام ويميزه. يا جماعة تعالوا كلنا مع بعض نفتش عشان نصل لحقيقة الأمر، لأنه أيوب قال الله ما صدقني مع أني كنت صادق وحرمني من حقي مع أني بريء وأصابني سامه بجروح ما لها شفاء مع أني ما كنت مذنب. أيوة. دي يا شباب كانت نهاية الجزء الرابع، الليلة حنقف هنا، والمرة الجاية بإذن الله حكمل لكم قصة سيدنا أيوب عليه السلام. يا سلام. المرة الجاية إن شاء الله. الله يخليك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.